أظهرت بيانات حكومية أن معدل التضخم السنوي في السعودية ظل عند 1.6% للشهر الثالث على التوالي في مايو وفقاً للهيئة العامة للإحصاء. وبشكل عام ارتفعت الأسعار في قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.7% مقارنة بالعام الماضي. في المقابل انخفضت أسعار الملابس والأحذية 4% مقارنة بالعام الماضي، متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 6.9%. أكدت وكالة الاستخبارات الأمريكية أن هجمات قوات الحوثي على السفن التجارية في البحر الأحمر أدت إلى انخفاض في حركة الشحن في البحر الأحمر 90% على مدار الفترة الماضية بين ديسمبر من عام 2023 وفبراير من عام 2024. بحسب تقديرات الوكالة، أثرت الهجمات على 65 دولة على الأقل، وأجبرت 29 شركة كبرى على الأقل في مجال الطاقة والشحن على تغيير مساراتهم. أدى تغيير المسار مسار الشحن حول إفريقيا إلى إضافة حوالي 11 ألف ميل بحري لكل رحلة وزيادة التكلفة بحوالي مليون دولار لكل رحلة. تجاوزت صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا في مايو الصادرات الأمريكية لأول مرة منذ ما يقرب من عامين. بحسب ما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، أشارت الصحيفة إلى أن حجم الغاز الروسي المصدر إلى أوروبا بلغ 15% من واردات القارة، بينما استحوذ الغاز الأمريكي على 14% من إجمالي واردات الغاز الأوروبية في الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس من عام 2022. كانت الولايات المتحدة قد تفوقت على روسيا كمورد رئيسي للغاز إلى أوروبا في سبتمبر من عام 22. منذ عام 2023 قدمت الولايات المتحدة 20% من مجموع واردات الغاز الأوروبية. حذر مسؤولون روس من أن الإنفاق العام الهائل لدعم العملية العسكرية في أوكرانيا قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي الفترة القادمة. يأتي هذا في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد الروسي وتيرة متسارعة من التضخم. مجددا يواجه الاقتصاد الروسي وتيرة التضخم وسط تحذيرات لمسؤولين من أن الإنفاق العام الهائل لدعم العمليات العسكرية في أوكرانيا قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي الفترة المقبلة. وحسب بيانات حكومية روسية أكدت أن زيادة الإنفاق الحكومي دعمت مواجهة العقوبات الغربية، ولكنها أدت أيضا إلى ارتفاع الأسعار ونقص العمالة في العديد من القطاعات غير المرتبطة بالحملة العسكرية. وكالة الإحصاء الروسية أكدت أن التضخم وصل إلى 8.3% على أساس سنوي في مايو الماضي، وهو أعلى معدل منذ فبراير 2023، ويمثل هذا ارتفاعا مقارنة بنسبة 7.8% في نهاية أبريل الماضي، ويفوق بكثير المعدل الرسمي المستهدف للتضخم البالغ 4%. هذا وشكل الارتفاع السريع في الأسعار ضغوطا على البنك المركزي الروسي في البلاد لمواصلة رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم. والأسبوع الماضي أبقى البنك المركزي معدل الفائدة الرئيسية عند 16%، لكنه أشار إلى أنه قد يرفع تكاليف الاقتراض في المستقبل إذا لم تتباطأ وتيرة ارتفاع الأسعار. وحذر مصرف سبيربانك الذي تديره الحكومة الروسية الأسبوع الماضي من أن النمو في روسيا هش، لأنه يعتمد على الإنفاق الحكومي لمواصلة دفع الأجور والإنفاق الاستهلاكي وليس على الاستثمار أو الإنتاج.